الشوط السادس وانتهى لأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فاكثر يتنافس في الشوط السادس على هدية نادي الفروسية سيارة زائد مبلغ 60,000 ريال اجتمع في هذا الشوط 18 راس تقدم متوازن ضبي نفوذ الثروات البرزة نور الهدى بشاشة واصلة فزعة تمير نشيدة رياف غضية نعمة من الله عطيهم سمعت العواق الجلوة جمول نوالة أراسكو التقدم من الخارج لفزعة أمير تقريبا غضية الآن تتقدم ومحاولات الآن أراسكو في المركز الأول محاولات أيضا من قبل الأفراس أيضا محاولات لنور الهدى التقدم الآن من الداخل مع محاولات غضية في المركز الثاني من الخارج نشيدة تحاول مع رياف أيضا في المركز الثالث والرابع محاولات للدخول أيضا من قبل ظبي النفوذ في المركز الخامس تحاول اللحاق بالأفراس مع تقدم نشيدة بنصف رقب الآن مع محاولات نور الهدى في المركز الثاني التقدم لنشيدة في المركز الأول شوط مخصص لأفراس الإنتاج على هدية نادي الفروسية مسافة 2000 متر كما تشاهدون التقدم لرقم 9 نشيدة في المركز الأول مع سبستيان مدريد محاولات نور الهدى مع غضية أيضا محاولات أيضا لضبي النفوذ للحاق بغضية في المركز الثالث تنافس الأفراس تشاهد غضية الآن تتقدم للمركز الثاني مع تأخر نور الهدى في المركز الثالث تقترب الأفراس بعد اجتياز من عام 800 من المعطف الأخير لها في هذا الشوط للتنافس على هدية نادي الفروسية التقدم نشيدة محاولات المرشحة سمعت الحويق الآن للتقدم للحاق بنشيدة صاحبة المركز الأول فيما تتأخر غضية أيضا محاولات للدخول محاولات من بقية الأفراس مع تقدم نشيدة محاولات للدخول من السروات للتقدم على نشيدة صاحبة المركز وخوزيه فنزويلا نشيدة السروات تتقدم محاولات واصلة أيضا وسمحت الحويقل والسروات تتقدم للمركز الأول مع محاولات واصلة أيضا والسروات المركز الأول السروات المركز الأول محاولات من الخارج لواصلة تصل إذن السروات لخط النهاية لتسجل المركز الأول لصالحها في شوط أفراس الإنتاج وهدية نادي الفروسية.